هذا هي مسكينه مهرسه يعني مهرسه حنات شويه. اه مهرسه طاحت من البروميير ايطاج مش رجم. طاحت من البروميير ايطاج عندها 3 سنين و10 شهور. مشينا للسبيطار ديال السطات صيفطونا للميريز قول الهروشي داروا لها سكانير جوج راديوات. بقي معايا عليكم متتبعي قناة شوف تيفي على المباشر من المدينة ديال السطات. من مآسي الحياة معنا هاد السيدة اللي هي نادية مسكينة امرأة أرملة عندها 3 ديال الوليدات خدامة غير يعني طيابة في الحمام ظروفها يعني الاجتماعية ما كتسمحش. طاحت لها واحد البنية آية من الشرجم ديال الطابق الأول بالمدينة ديال السطات تصابت بكسور خطيرة حاولت أنها نقلاتها بغات تدير لها تحاليل ليريم طلبوا لها واحد المبالغ مالية اللي كتقدر ب 116 ألف ريال أو 110 ألف ريال وهي ما عندهاش. غادي تحكي لنا الوقائع ديالها وغتحكي لنا الظروف ديالها. تفضلي يا لالا عاودي لنا شنو وقع لك بالضبط. هي آية طاحت ليا من الشرجم عندها 3 سنين و10 شهور كي طاحت من الشرجم هزينا الحسن الثاني صيفطوني للميريزكو. من وصلنا للميريزكو قال لك دير سكانير داروا لها سكانير جوج راديوات تما لداخل في ميريزكو مهرسه من الورك ومهرسه من العظم ديال العنق وعندها جوج شقات في الراس. البارح هادشي اليوم دخلت البروفيسوره الكبيره قالت لك البنيه خاصها عمليه خاصني جوج ليريم باش دير العمليه. هاد ليريم دايرين 64000 ريال لواحد زائد البره ديالهم كدير 7000 ريال لواحد. انا ما فحاليش انا راني غير طيابه ديال الحمام الناس ديال السطات راه كلها كتعرفني عندي ثلاثه الوليدات ايتام انا مزوقه لكم في وليداتكم انا بغيت ربي يخلي لكم وليداتكم ما يضركمش فيها عاونوني على هاد البنيه راني والله ما عندي راني ما عنديش عنديش باش ندير هاد الشيء تقوا بيا اخوتي ما عنديش. جاب اياك باقينا مازال البنيه مازال في الانعاش مازال في الانعاش البنيه قال لك غتخرج دير هاد ليريم على برا وغادي تجي باش دير العمليه تقوي راه ما عنديش منين نجيب هاد الفلوس الناس ديال السطات كلهم كيعرفوا راني غير كساله ديال الحمام الله يدير لك شي ثاني ما فحاليش ما عنديش منين نجيب هاد المبلغ. هي كتقول لك من هنا لغدا مع 9 الصباح واش يعني من هنا لغدا مع 9 الصباح يعني كي غديرين كيفاش غندير لهاد الفلوس راه من المستحيل باش نجمع هاد المبلغ. عافاكم الناس ديال السطات الا ما عاونوني ليه اللي ضركم في وليداتكم. شوفوا هاد البنيه اللي عنده شي ولو غير شويه طلب مساعده غير شويه يعاونني بها. حاولتي يا لاله جيتي هالمستشفى الحسن الثاني بسطات ياك سطات صيفطوني لميريزكو صيفطوك لميريزكو من بعد ملي مشيتي لميريزكو شنو قالوا لك؟ ميريزكو قاموا باللازم مع الدخله صراحه ما طلقونيش الدخله داروا السكانير ب 24000 ريال ولكن الاشكال واقع اشكال المدير ديال ميريزكو كيقول لك ما كاينش لي ريمات في ميريزكو ما كاينش كيحلف بالله بانه ما كاينش ديريهم على برا غتهز لومبيلونس ديرهم لها وترجع باش دير العمليه. انا راه ما فحاليش لهادشي. انت القدره ديالك يعني ما عندكش ما كلشي الناس ديال السطات كتعرفني راني خدامه في حمام في السطات كاريه داك الشيء اللي كنصور ديال الحمام راه يلاه كان ندير به شويه هك وشويه هك وشويه شويه الكرا شويه الموضوع. عندي ثلاثه الوليدات الكبير عنده 12 رحم انا متزوجه لكم. ثلاثه الوليدات وليد وجوج بنيه؟ لا عندي جوج وليدات والبنيه باهم دابا توفى عام و 8 شهور باش مات. انا راه ما عمرني ما طلبت شي حد ولا خديت حتى شي مساعده في رمضان ولا ما عمرني مديت يدي لشي حد. انا خدامه على وليداتي. يعني راسك الظروف انه خدمتي على قبل البنيه ديالك. انا هادشي راه درتو على قبل ديك البنيه باش غير ما تضيعش. انا بغيت ربي يوقف معاكم الناس ديال السطات ولا اي واحد عنده يد ولو غير شويه المساعده يساعدني ولا شي مسؤول ولا شي حاجه اللي يهضر مع ميريزكو. المهم كيف ما كانت المساعده ديالي وانا انا قابله انا بغيت ربي يكبر. يعني كيف دايره الحاله دابا ديال ايه؟ هي فايقه لحقاش انا دخلوني عندها 6 الصباح فايقه
فايقه الطبيبه كتقول لك بان شوف ما يهمش الهرس، الهرس كله غيبره، ولكن العمليه اوبليجي خصها دار، ضروري دير العمليه، ضروري العمليات. هذا الشيء اللي كاين، عطوني من هنا لغدا مع التسعود، ما يمكنش قالت لك غنبقى شاداها ما غدير لا عمليه لا والو، غنضطر نرجعك للحسن الثاني. الحسن الثاني ومن بعد من انه ترجعي الحسن الثاني، يعني حسن الثاني راه ما فيه حتى شي حاجه، حسن الثاني راه ما فيه والو. راه البارح لونفيلونس باش داتني من الحسن الثاني لدار بدر خلصتها. شحال تقريبا خلصت؟ خلصت 10000 ريال. 10000 ريال وتساعد معايا غير دري، كون ما كانش داك الولد اللي تساعد معايا غير كاين الثمن اللي كيقول لك 30000 من سطات للدار بيضاء. يعني غير باش يديوك من غير باش يديوك. شنو النداء لاله اللي كتوجهيه عبر هذه القناه تشوف تي في وباش كطالبي؟ انا كنطلب من الناس ديال سطات، ديال سطات كاع اللي كيعرفوني ولا اللي سمعوا هذا الحديث ولا اللي حس بيا، انا بغيت ربي يحفظ لكم وليداتكم، انا ما بغيتش نضيع في هذه البنيه، انا بغيت ربي يخلي لكم وليداتكم الا ما عاونوني. هذا الشيء اللي غادي نقول. الله يجيب لها الشفاء لاله. كيف كتشوف مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه تشوف تي في، يعني الدموع ديال هاد المراه اللي هي مسكينه، يعني ظروفها المعيشيه راه غير طيبه في الحمام هنا بالمدينه ديال سطات، شاءت الاقدار ان البنيه ديالها ايه اللي عندها 3 سنين و10 شهور، 3 سنين و10 شهور ارمله، عندها ثلاثه ديال الوليدات، دابا البنت ديالها راه ناعسه في المستعجلات ديال المستشفى موريزكو الهاروشي عبد الرحيم الهاروشي، يعني ناعسه باغا دير عمليه غدا مع التسعود الصباح. قالت ليها البروفيسوره الا ما جيتيش ديري العمليه مع التسعود يعني لما باليوم بالليل، يعني خصها دير لي ريم اليوم بالليل وغدا دير العمليه مع التسعود، والا ما دارتش لي ريم اليوم ما غاداش دار العمليه غدا. وقالت ليها يعني غترجع للمستشفى ديال الحسن الثاني بالمدينه ديال سطات، وبالتالي يعني راه الدموع ديال هاد الام اللي هي ارمله كتوجه النداء ديالها للمحسنين، الناس ديال سطات، الناس ديال المغرب، خارج ارض المغرب، الناس اللي في المغرب وخارج ارض المغرب، انهم يتعاطفوا مع هذه الحاله المؤثره ديال هاد الام، هاد الارمله اللي مسكينه عندها ثلاثه الوليدات وبقات فيها البنيه ديالها ايه اللي عندها 3 سنين و10 شهور وواحله في ليريم، ليريم طلبوا ليها 110 جوج ديال ليريم، واحد ديال من رجليها العنق ديالها وواحد ديال الراس، يعني واحد ديال الراس وواحد ديال واحد ديال 64000 ريال الواحد زائد البرا 7000 ريال الوحده. الله يدير لك شي تاويل ديال الخير يا لاله، الله يدير لك شي تاويل ديال الخير، مازال الخير يا لاله كاين في المغاربه، مازال الخير، وكنتمناه وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى وكنطلبوا من المحسنين وكنطلبوا من ذوي النيات الحسنه والقلوب الرحيمه انهم يتعاطفوا مع الحاله ديال البنيه ديالك ايه، ويحاولوا انهم يتعاطفوا معها، والله سبحانه وتعالى يعني ما كيضيعش اجر شي انسان دار شي عمل ديال الخير. كنطلبوكم وكنترجاو جميع المشاهدين المتابعين لقناه شوف تي في داخل المغرب وخارج ارض المغرب يتعاطفوا مع هذه الحاله الانسانيه ديال هذه الام ناديه اللي هي مسكينه غير طيابه في الحمام، عندها ثلاثه ديال الوليدات ارمله، الظروف المعيشيه ديالها ما كتسمحش، راه الحياه ديال البنيه ايه، يعني شوفوا غير من على وجه البنيه ايه اللي دابا راه كترقد في المستشفى ديال عبد الرحيم الهاروشي بالمدينه ديال الدار البيضاء، طلبوا ليها ليريم ولا ما دارتش ليريم هذا اليوم بالليل، يعني ما غديرش العمليه غدا في الصباح وغضيع الايه، غضيع ايه، يعني كنطلبوكم وكنطلبوا جميع المتابعين المشاهدين الاوفياء لقناه شوف تي في انهم يتعاطفوا مع هذه الحاله ديال هذه البنيه ايه. كاين شي رقم هاتفي اللي ممكن انهم يتواصلوا معك فيها لاله؟ 0614 الرقم ديال التليفون يتواصلوا معك فيه 0614 99 87 56. عاودي لاله 0614 99 87 56. انا بغيت ربي يحفظ لكم وليداتكم، حنوا فيا وحنوا في هاد البنيه، انا بغيت الناس ديال سطات بالخصوص الناس ديال سطات، انا راني منكم عافاكم الا ما عاونوني، عاونوني وعاونوا هاد البنيه ديروها بحال بنتكم. هادشي اللي غنقول. الا بالله كان هذا نداء مشاهدينا الاوفياء، صرخه دموع ديال هاد الام ديال هاد البنيه ايه اللي يعني ما قدراتش انها تستحمل، يعني كتوجه النداء ديالها، كتوجه النداء ديالها للمحسنين المغاربه الناس ديال سطات بالخصوص كيف ما قالت، لانهم كيعرفوها راه غير هي مسكينه طيابه في الحمام ارمله، عندها ثلاثه ديال الوليدات، الظروف ديالها ما كتسمحش ايه، الا ما دارتش ليريم اليوم بالليل راه ما غديرش العمليه غدا في الصباح مع التسعود الصباح، ولا ما دارتش العمليه راه غتضطر البروفيسوره كيف ما قالت الام ديال ايه انها ترجع لسطات
وبالتالي يعني غتضيع البنيه ايه. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل وكنطلبوا منكم التفاعل مع هذه الحاله الجد المؤثره ديال هذه البنيه ايه، اللي ايه دابا راه كتنتظركم، ايه كتسنى التدخل ديالكم، ايه كتسنى التفاعل ديالكم، وايه رغم انها يعني في المستشفى ديال الهاروشي بالمدينه ديال الدار البيضاء كتوجه لكم النداء ديالها نيابه على الام ديالها انكم باش تعتقوا البنت ايه. كنشكركم على التواصل والتفاعل، والى اللقاء في بث مباشر اخر.